بقولها دايما ان هم احنا قفلنا اللعبه خلاص في الطايره رجال ما شاء الله يعني الحمد لله. فبالتالي سلسله نجاحات قويه جدا جدا بتحدث خلال هذه الفتره الحمد لله. دايما شهر 4 و5 بيبقوا خير على النادي الاهلي. دي حقيقه فعلا. لا ارقام مش طبيعيه، ارقام قياسيه في كل الالعاب، وده امر واقع. لما زي ما ابو علي بيقول 18-0 دلوقتي فيما يخص المنافسه الثنائيه يعني في كل العاب الصالات. هنا اهلي زمالك انت تقصد؟ طبعا. وده الديربي الموجود في كل الالعاب يعني، وده على فكره امر موجود في كل دول العالم. لكن الفارق كبير جدا في تحقيق الانجازات. وعلى فكره افضل ما في الاهلي فيما يخص نجاحات الالعاب الجماعيه هو الاعتراف بالتقصير من اجل التصحيح. صحيح. وده حصل اللي حصل مع الطايره تحديدا بالمناسبه، والطايره رجال تحديدا. طبعا. يجي وقت تقول لك لا، الفرقه دي محتاجه دعم، الفرقه دي محتاجه اجانب، الفرقه دي محتاجه ناس تمشي اجنبي، الفرقه دي محتاجه ناس تمشي بيأثروا بالسلب داخل الفرقه. بالظبط. كل ده علاج للاخطاء، من هنا بيجي النجاح. لكن بتتكلم على 4 العاب جماعيه في ظل ارقام قياسيه بهذا الشكل، انت امام موسم تاريخي يضاف الى موسم تاريخي سابق، يضاف الى موسم تاريخي اسبق، وبالتالي انت رايح لمواسم تاريخيه مش يعني طبيعيه. الفتره الحمد لله الحاليه تحت قياده كابتن محمود الخطيب اعتقد فتره ناجحه بشكل رائع. وانا هنا يا كابتن اسلام اسمح لي، يعني انا راجل الحمد لله الحمد لله لا اجيد النفاق ولا احب ان امارسه يعني، ولكن هي ارقام صحيح بتتكلم على. وبرضه هنا لازم نتوقف على فكره انتقاد المسؤول في الهزائم فقط وتجاهله شويه مع الانتصارات. تعرف احنا في الهزائم احنا تحديدا في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير تحديدا، لانه بيبقى اول. فانت لما بتيجي تتكلم حتى، فانا بقول يا جماعه دي ارقام، بتيجي تقول لك انت بتطبل للكابتن خطيب، انت بتطبل لمجلس الاداره. لا اذا بص يعني اذا كان اذا كانت الارقام دي تطبيل فاهلا بالتطبيل بصراحه. دي ارقام مش طبيعيه، ارقام الحقيقه دي ارقام مش طبيعيه. يعني كابتن خطيب في عهد كابتن خطيب 17 بطوله كوره وثلاثه برونزيه عالم، بتتكلم في 4 دوري و3 كاس و5 سوبر و3 دوري ابطال و2 سوبر افريقي و3 برونزيه و5 نهائيات او 6 نهائيات. مين يقدر على الارقام دي؟ زي ما كان الكابتن حسن حمدي قبل كده عمل ارقام كبيره. ما هو ابو علي بيقول، ابو علي قال لك جمله ايه؟ الله يرحمه كابتن صالح سليم، قال لك الاهلي بينافس نفسه. صحيح. بمعنى ان انت في مرحله بتنافس مرحله. فدي كمان بيصب في صالح النادي. لكن انا بتكلم في رساله الهوات الانتقاد والتجريح في بعض الاحيان مع هزيمة ماتش أو تراجع في المستوى، وده طبيعي. طبيعي، مش حد بيكسب على طول. طبيعي.